السلام عليكم أخواني وأخواتي. اليوم إن شاء الله راح أخذكم في جولة في حي ماي فير في لندن، كانوا بيسموه حي الأثرياء. كان مشهور بكده زمان يعني. أنا بالنسبة لي كل أحياء لندن متشابهة، بس هذا الحي كان يميزه وجود السفارات، كبار السفارات موجودة في هذا الحي. كانت موجودة في السفارة الأمريكية القديمة، كانت عاملة طبعا السفارة سكيور عالي للحي. طبعا بعض الفنادق الشهيرة موجودة في هذا الحي. يعني يشتهر هذا الحي بأنه رجال الأعمال يعني غالبيتهم مشترين شقق أو عماير في هذا الحي. غالبية الناس المتواجدين في الحي عرب، يعني جالية العربية كثير. توجد في السفارة السعودية، السفارة المصرية، أغلب السفارات الكبيرة المشهورة موجودة في هذا الحي، متمركزة في حي ماي فير. طبعا حي ماي فير يعني الجهة، يعني أربع الاتجاهات حقته كلها يعني مواقع، يعني أماكن شهيرة. يعني مقابل حي ماي فير الهايد بارك، طبعا وانتو عارفين الهايد بارك هي أكبر حديقة في بريطانيا. وطبعا الهايد بارك من داخلها بتدخلي على الباكنغهام بالاس، قصر الملكة. طبعا من الناحية الثانية من ماي فير الجرين بارك اللي هي موصلاك على طول بقصر الملكة. من الناحية اليسرى أو من الناحية زي ما بيقولوا الشرق الغربية بيكاديلي، وطبعا عارفين بيكاديلي برضو من أشهر الأحياء اللي متصل على طول بساعة بيج بن وكنيسة ويستمنستر المشهورة والبرلمان، مبنى البرلمان. هذه كلها في الناحية الغربية، في الناحية الغربية. في الناحية الشمالية الله أعلم أوكسفورد ستريت، وطبعا هذا كله موجود في سنترال لندن. طول ما أنت ماشية دحين أو أنتوا ماشيين بتعدوا بعماير فاخرة الشقق. طبعا هنا يعني هذه العمارة مثلا، يعني بس كده أنا وصاحبتي حبينا نعمل نسأل عن الشقة اللي في الروف فوق، قلنا لهم بكم؟ قالوا لنا شقة ب 40 ألف مليون، لا ب 40 مليون باوند. يا لهوي والله مرة كتير، إن شاء الله عننا ما اشترينا شقة. وطبعا هذه أحد السفارات. طبعا هذا جزء بسيط من الحي، يعني الحي هنا يعني كأنها منطقة ماي فير بداخلها مجموعة من الشوارع، وكل شارع له اسم. في بارك ستريت، هذا طبعا شارع الأثرياء جدا لأنه أغلب الشقق اللي فيه بتكون عبارة عن بنت هاوس، فيلا دورين، زي كده بتكون. هذا طبعا اللي أنا ماشية فيه دحين هذا واحد من أحياء ماي فير اللي هو غروفرنر سكوير. اسمه غروفرنر سكوير بسبب هذه البارك اللي هنا، زي ما انتم شايفين البارك، هذه البارك دائرية، يعني لما تمشي ما بتجي لا مربعة ولا مستطيلة، دائرية زي لما احنا نقول صينية في مصر. لا هذه البارك دائرية، عشان كده اسمها سكوير يعني دائرة. فهذا الحي اسمه غروفرنر سكوير، وهذه اسمها غروفرنر سكوير بارك. راح أدخلكم دحين البارك إن شاء الله. شوفوا في كل مكان حتلاقوا مكتوب غروفرنر سكوير، لوحة غروفرنر سكوير.
طبعا هنا لما يكون في الخط ده عبور مشاة تمشي. طبعا طبعا شيء ما انتم، انا عودتكم الحمام والبط هنا شموخ واقف ولا همه. شوفي لما تطلي هناك على اليمين في اخر الشارع هذاك الريجن ستريت اللي بيدخلك على يوديكي اخر الريجن بارك، ويمينه بكدلي. لما نطل هنا على امتداد البصر هناك حيكون اوكسفورد ستريت. هذا كله احنا في حي واحد من احياء ماي فير. شايفين هنا شوف السكوير، الحديقة الدائرية اللي بنقول عليها. طبعا عارفين هذا ايه؟ اذا تعرفوا الشيف رمزي، هذا المطعم هو اللي بيطبخ فيه الشيف رمزي. طبعا هذا كله المطعم، هذا المنيو تبعه. ارجع كده اخدكم نشوف السكوير البارك. اي ماما بدور حوالين البارك. دحين اجيكي جوا. انا برا بمشي في الدائرة. ماشي اوكي اوكي الحمد لله. خلصتها خلاص؟ ايه الصوت. الان دخلنا الحديقة ترافالجر سكوير. طبعا هذه كان شكلها اول ما عملوها، هذه صورة لها زمان وهنا صورة لها دحين. صورة حية طبعا. بتيجوا تدخلي تدخلوا هنا ويلكم تو جرافيرنر سكوير. بيدوكم نبذة عنها الهيستوري اوف ذا سكوير. في سنة 1720 سير ريتشارد جرافيرنر هو اللي عمل هذه الحديقة في ماي فير. طبعا فيها التمثال، هذا التمثال حق فرانكلين ديلانو روزفلت. وفيها أكثر من تمثال، فيها تمثال هذا فرانكلين، وفيها تمثال الصقر ده، وفيها اللي هو في سبتمبر ميموريال جاردن. كانت عاملة ميموريز للي عندهم ماتوا في حرب. طبعا هنا نجي هنا الحديقة. طبعا كل يعني مكان في الحديقة دي له تاريخ. الحين متجهين لهذه المنصة. متجهين لهذه المنصة. هنا قال لك انه في هذه المنصة كانت الميموريز. في ناس عندهم في 2001 في 11 سبتمبر، فكان هذا مكان الميموري حق احداث 11 سبتمبر اللي كانت عملوا لهم في 2001 هذه الميموري. كانت هنا
نتكلم عنه. هديك جدا جميلة، بس احنا طبعا دحين لان في موسم الخريف فزي كده الشجر كله فاضي. ان شاء الله في الصيف كده لما تزهر الشجر وتملى خضرة هجيبكم تشوفوها، ما رح تعرفوها، تأكدوا انكم ما رح تعرفوها. طبعا هي فيها يعني 3 معالم اثرية، الميموريس بليس والصقر ما عرفش قصته ايه لسه، هذا هو التمثال. طبعا في ناس هنا بيتدربوا على البوكسينج، طبعا احنا في زمن كورونا الناس بتيجي تتدرب في الحدائق، يعني تكلم الكوتش حقك يجي يدربك في الحديقة. طبعا هنا هذه هي عاملين في واحد فنان عامل هذه المتاهة، فين الصقر؟ فاضل لنا الصقر، فاضل لنا الصقر، هاخدكم للصقر. طبعا زي ما انتم شايفين الحديده ما شاء الله كلها حلوه. لقينا الصقر شايفينه، ايجل سكواردون يقول لك هذه يعني الميمورال يقول لك هذه 244 امريكان و16 بريطاني فايتر يعني مقاتلين. يعني زي عندنا الجندي المجهول. ان شاء الله تكون يعني الرحلة البسيطة اللي اخذتكم فيها في واحد فقط، هذا حي جست واحد من يعني حي واحد من احياء ماي فير بروفورنر سكوير، ولنا لقاء في حي آخر. شوفوا هذول الكلبين الحلوين، هي واحدة شوفوا بولي وعندها بكلة. هلو نو 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 هي واحدة وهو واحد. I think she's a treat. أما هذا المشاكس what is his name? Poppy. Poppy? Poppy مشاكس. بوبي مشاكس. This is scary. Yeah. أما دي واحدة لذيذة وكيوت. إن شاء الله إن شاء الله تكون الرحلة هذه حازت على إعجابكم، وإن شاء الله لنا لقاء آخر في رحلة ثانية في حي ماي فير. نشوفكم على خير إن شاء الله، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب ليصلكم كل جديد.